وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في مادة الأسبوع العاشر من اللغة والأدب من مادة الفصل الدراسي سأقوم اليوم بالتعريف بأبرز محتويات هذا الأسبوع، ولكن دعوني أحدد الهدف الرئيسي المرجو تحقيقه اليوم. إذن الأهداف هو التعريف بمحتويات الأسبوع العاشر مع ربطه بالمفهوم الرئيس والمفهوم ذي الصلة والسياق العالمي. إذن الموضوع الأول أعزائي الطلاب الذي سنقوم بتناوله سوية من كتيب المهارات اللغوية، وهذا المعيار الخاص باستخدام اللغة. إذن لابد أن نستخدم اللغة استخداما صحيحا في كلامنا وكتابتنا، لذلك سنتناول موضوع الحال. ما المقصود بالحال؟ كيف نستخرج الحال من جمل ونصوص؟ كيف نكون مثالا على حال؟ وكيف نعبر على صور أمامنا باستخدام الحال؟ فالحال هو اسم نكرة منصوب يبين هيئة صاحب الحال قبله. فمثلا قد أقول أقبل الطالب مبتسما. كيف أقبل الطالب مبتسما؟ لاحظ أنها إجابة لكيف، ولاحظ أن مبتسما هو اسم نكرة لنتذكر أو نربط ما أخذناه في أنواع المعرفة والنكرة، ولنلاحظ أنها أيضا اسم منصوب، وقد يأتي هذا الاسم أيضا مثنى أو جمع. فأقول أقبل الطالبان مبتسمين أو أقبل الطلاب مبتسمين. ماذا تلاحظ؟ ما الفرق بين هذين الاسمين والاسم السابق؟ ما هي علامة النصب في المثنى والجمع؟ نعم، إنها الياء. إذن نقول هو حال منصوب بالياء لأنه مثنى، أو حال منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. أو أقبلت الطالبات مبتسمات، هنا هو جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم ينصب بتنوين الكسر. وقد يأتي أيضا الحال جملة، فنقول كيف أقبل الطالب وهو يبتسم، ويبتسم، لاحظ أنها جملة اسمية أو جملة فعلية. إذن ستقوم أيضا بتقييم فهمك للقاعدة من خلال الإجابة عن الأسئلة الموجودة في كتيب اللغة، وهناك أيضا قد تعود إلى المنصة للاستفادة من المصادر الموضوعة لك لفهم القاعدة بطريقة أكبر. أما الموضوع الثاني الذي سنقوم بتناوله أعزائي الطلاب هو قصيدة أمي للشاعر محمود درويش، وما أجمل هذه القصيدة خاصة ونحن نقترب من مناسبة جميلة جدا على قلوبنا وهي عيد الأم. إذن عند تحليل أي قصيدة نقوم بقراءة هذه القصيدة قراءة معبرة، ثم نقوم بالتعريف بشاعر القصيدة، ثم نقوم بتحليلها أدبياً من خلال استخراج معاني المفردات الجديدة، الصور التشبيهية، ومن خلال أيضاً الحديث عن الفكرة الرئيسية والمناسبة التي كتبت فيها هذه القصيدة، الخصائص الفنية للقصيدة، وهي ما تناولناه في الدرس الأول من هذه الوحدة عندما تحدثنا عن أنواع الشعر. ثم نقوم بتقييم فهمنا لهذه القصيدة من خلال الإجابة عن أسئلة الكتيب الموجودة في كتيب المهارات اللغوية صفحة 91 و92. ولا بد أن أذكر أن مهارة أو أساليب التعلم هي التعلم الجماعي التعاوني، حيث ستقومون بمهمات تشاركية أثناء دراسة هذا الموضوع. كما أذكر أعزائي الطلاب أنك تستطيع الرجوع إلى المنصة التعليمية للاستفادة مما وضع لكم من مصادر وأنشطة تفاعلية لتستطيعوا فهم الدرس بطريقة أفضل. أذكر أننا سنقوم بالحديث عن قصائد مختلفة في هذه الوحدة، وستقومون، وهي المهمة الختامية، ستقومون بمقارنة بين قصيدتين. هذه مهمة تدريبية استعداداً للمهمة النهائية، لذلك لابد أن تعلم جميع الموضوعات التي طرحتها هذه القصيدة بأفكارها وصورها حتى تستطيع كتابة مقارنة بطريقة جيدة.
لا ننسى أيضا حصة المكتبة التي ستقومون من خلالها بتحليل قصيدة وكتابة ورقة موجودة على المنصة. هذا كان أبرز ما سنتناوله خلال هذا الأسبوع. أشكر استماعكم وأراكم في دروس قادمة. دمتم بخير.